على الله ما نكون عم نزعج الوالدة. لا بالعكس عم بتسليها. يعني الوالدة معجبة بصوتي؟ يعني تقريبا. يا ميت اهلين وسهلين، جيتي والله جابك. هلا كم طالع اعمل فنجان قهوة بدنا نشربها سوا. لا والله ما فيني، بس اجيت مشان رجع لك السكرات. يسلموا ايديكي. يوه يا عب الشوم عليكي، هاي اللي بتقول عنا كريمه. ليك شو عم تساوي؟ حكي لك ياها شي كلمه. معقول؟ معقول ترجعي لي كاسه السكر؟ خير الله كثير، وصبحي مو منقص علي شي. كساب وهاب، بالله عليك الا تقدير. والله ما فيني، تركت امي لحالها، بتعرفي ديسك ما بتقدر تتحرك. صحيح، كيف صارت؟ ساعة هيك وساعة هيك، يمكن بكره اخواتي ياخذوها على المستشفى، يمكن عملية. لا لا لا، ما بتستاهل ام ايمان، والله هالمرة مو ناضلة. طيب شو رايك ابعث لكم شويه اوزي؟ صبحي الله يخلي لي اياه جاب لي جاهز من عنده من المطعم. ان شاء الله الف صحه ومجاري الهنا. انا طبخت مع كورونا. يلا بخاطركم. مين؟ صاحب لي امي ها؟ يحكي يا حلمة نقصتيني فوتي. على اساس؟ كاظم استنى تضرب. تضربي انت والكروان تبعك. بس ولا كلمة. لا من طرف واحد. يعني انت احسن؟ وشو عرفك انه من طرف واحد؟ وليه؟ ليش صار شيء؟ نطي صوتك رح تفضحيني بعد الحلمة. لا اخواتك هون صباحهم. على اساس يعني حضرتك تركتي برج المراقبة تبعك طول النهار ما هي؟ والله صباح كلك على بعضك ما له شايفك. هلا ممكن انت تخليكي بالحسون تبعك تتركيني بحالي؟ أميمة يا أميمة. ايه يلا جاي جاي. ما بدك تشقي على حماتك؟ طبعا، ما انا اساسا جاي لعندها لحتى اشوفها. وقلت لحالي بطريقي يعني بجيب لك مجلات و اسال صباح عن شغلي بالانجليزي. ايه الله يوفق حتى نصفق. فوتي فوتي قبل ما اغلظك. Thank you.
شو ملهوفة على شوفته؟ لا مو ملهوفة، بس قلت لك بدي اسأل عن شغلي. يا لطيف شو صدقتك؟ لا مع الاحتيال. ايه شو فيها يعني؟ ما فيها شي حبيبتي، بس الله وكيلك هو ما نقابط حدا. مقابط حدا؟ ايه بس لو تشوفيه لما وانا ليش بدي اقول لك؟ ما انت اساسا مثل القطة المغمضة، ما بتفهمي شي. ايه ما بدي افهم القصة. بعدين خلقتي الشباب عم ينحولوا حول على سعاد ام ريالي وقت اللي عم تلبس بنطلون الجينز الضيق. بقى هذا كله شو حبيبتي؟ حب وغرام؟ وليه؟ هلا انا مثل سعاد ام ريالي انا؟ ايه انا حاجة حاجتك بقى. احسن ما توقعي من طولك. على اساس يا موقف دقات قلبي ويا بلسم لجروحي. انا بحبه. شو يعني؟ يحب بدنك ان شاء الله. عايدة انتي هون؟ يا ميت اهلا وسهلا. اهلين عماد اهلين. عم قول ليش البيت منور؟ بوجودك اخي بوجودك. شلون امي؟ ماشي الحال. على حطيت ايدك بتاكل ولا بتشرب معنا شاي؟ كنت تشربوا شاي؟ اي نحن بشربوا شاي. خلص بنشرب شاي. اي طيب يلا الحقنا. مرحبا امي. الله يعطيك العافية. الله يخليني اياكي. شلونك اليوم؟ ان شاء الله احسن. الحمد لله. شو بدك احسن من هيك؟ هاي الصبايا حواليك كل واحدة منهم مثل الوردة. شدي لنا حالك ان شاء الله بكره على المستشفى. مرات عند دكتور غزوان. والله قلبي طابق من هالمستشفى، كل ما بتذكره بغب على قلبي. حاجتك بقى معيمات، شو الحكي اللي عم تحكيه؟ لو تشوفي شو قال لي الدكتور غزوان، قال هي المستشفى احسن مستشفى بالشرق الاوسط كله. لا عن جد امي، لو تشوفي العجقه هيك. ايه اهبل دكتور بالبلد بيصير عالم نمساوي، صح ولا لا عايده؟ ايه مزبوط حكيو، مزبوط خالتي. ان شاء الله بكره بتتحسني، بعدين الشباب حولك وحواليكي ما رح يتركوكي. ما طمني سيد فجر، شلون صارت الوالده؟ الحمد لله بخير. لك الله يطولكم بعمرها ويعافي لكم ياها يا حق. تسلم. هدول العوامات لك يا عمو، هدول مع الشايات دمعة. قوم اخي قوم تغسل، المي سخنة. ليش؟ انا قلت لها بتخت لامك عمامي. قوم. ايه شوفي. يلا انا استأذن تأخرت، لازم امشي بقى. وين عايدة وين؟ الا اذا مليتي منا طبعا. لا مو هيك، بس معلش تأخرت. خلاص خليكي، اهلك ما بيعرفوا انك عنا. خلاص عادي لك شوي. ايه لا ما بقدر، معلش صار لازم روح. يلا بخاطرك خالتي ميماد، ان شاء الله عليكي العافية، ان شاء الله بترجعي لنا مثل اول واحسن كمان. الله يسلمك يا بنتي ويخليكي لأهلك وأخواتك. تسلمي خالي، يلا بخاطركم. وين؟ عايدة استني لوصلك. لا معلش، ليكوا البيت خطوتين وانت جاية تعبان. يلا بخاطركم. ولا يهمك، مع السلامة. عايدة مع السلامة. الله معك. كنت بوصلي. شباب تقل حالك شوي. كنت عندكم انتظرتك. خير؟ في شيء؟ عاوزة شيء؟ لا بس. بس شو؟ تعرفي؟ أنا حابب شوفك طبعاً إذا بتحبي. شلون هيك؟ بقصد بدون ما تقصدي وبدون شلون. انت طلبتي مني انه يشوفك وانا وافقت. بكره بنشوف بعض ونظبط الموضوع. انا موضوع الموضوع انه وحده عجبها واحد وهو وافق.
بس أنا. أنت شو؟ خايفة لحدا يشوفك معي؟ الموضوع محلول. بكرة الساعة 12 بالسبع بحرات. الساعة 12. بس شلون يعني؟ بدك يعني بكرة الساعة 12. بس أنا ما بعرف. خدي تاكسي، خدي ميكرو، قولي له نزلني قدام البنك المركزي. صعبة كتير يعني؟ إيه بس المشكلة إنه كيف بدي أطلع؟ يا الله، إمتى بدكم تخلصوا من التخلف؟ أنا شلون بدي أطلع؟ شلون بدك تطلعي؟ اطلع يعني. حبيبتي بكرة الساعة 12. إذا بدك تعي، إذا بدك لا تجي. تصبحي على خير. لحظة. صباح. وصلني بالعتمة الله يخليك. هلا بتخافي من العتمة؟ يا قطة. امشي. الله يسعد لي هالمساء وهالأوقات وهالصباح. ليه؟ مو وعدتني؟ يا معلم هلا المسرح فاضي، خليني شقفة، غني شقفة لعبد الحليم، وصل لعبد الوهاب، لكوكب الشرق أم كلثوم. مو وعدتني؟ انت شو خسران؟ بس عطيني هالفرصة هاي. الله وكيلك، الله وكيلك، لخلي لك اياهم كلياتهم يترندخوا. يترندخوا؟ روح هلا من شنو؟ روح هلا اتعشى بالوصلة. طيب معلم، خليني اعزف بالعود مع الفرقة. بعدين هلا بعدين، روح روح. أمام فوق بعضها. لك يا أمي شو جابنا من هلا؟ أنا سمعته عم بيقول بعد الإيداعش. لا حول ولا قوة إلا بالله، وبركي تأخرنا ما لقينا مواصلات. روح شوفه. روح روح أمي روح. بدك شي؟ سلامتك. اعطيني شوية بزر. شي. يلا بخاطرك. والله معك.
بالسلامة يا حلو، تروح وترجع بالسلامة يا طويل. شيل شيل، قال روح على الباب الثاني. شفته؟ شفته، قال ديسبينا لهونيك. يلا عمي يلا. يا رب. شوي 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 يلا يلا وصلنا يا ماما وصلنا. لوي 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 عند الدكتور غزوان. مين؟ دكتور غزوان مسكي. أهلاً 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 دكتور. أبو ياسين لك الأوراق كلها مضبوطة يعني لعندي، عرفت كيف؟ يسلموا أبو ياسين. ماشي تفضلوا شوي شوي، فوتي فوتي تفضلي. فوتي عمك مع عمك. أنا بدي فوتك ترى. معلش بجي نروح خلص روح تيسر تيسر. يسلموا أبو ياسين. الله يخليك. السلام عليكم. علي. عليكم السلام. مرحبا جميلة. اهلا وسهلا. مرحبا يا سمر، كيف كيفك؟ مرحبا يا اخوي. يسعدك اوقات. كيف مرحبا. اهلا محمد، شو طمنك؟ كيف صارت الحجه؟ ان شاء الله. ايه الحمد لله رب العالمين. ايوه عندك عندك حماد. ايه انا هذا الشمت عنك. شو محسن طمني كيف صرت؟ الله الله الله. عم تغير ربي يوم الاحد. شوي شوي حلو. حسن بدك عمك. ها افتح هي تختك صار له يطرق من امبارح. افتح. الله يسعدك ويمسك يا دكتور ويخليك لاولادك ويخلي لك اولادك. تسلمي لي يا حبيبي، بس والله انا ماني متجوز. الله كريم يا دكتور، الله كريم. الله يبعثك لك بنت الحلال اللي تسعدك وتجيب لك تخلف لك الذريه الصالحه. امين يا رب العالمين. لك الله الله يكثر خيرك على هالدعوه. يا عماد بس شو بدنا نسوي؟ الدنيا قسمه نصيب. ضبطي بحالك وروح عشان لك، ما بدك كل هم. ما فيني ضم تمها؟ لا يا اخي، شو بدك تسويهم خلص؟ بس انت بكره جيب لها هيك يعني امورها الخاصه، مثلا شحاطه منشفي، وان شاء الله سبت احد تكون مثل الحصان. بس يروح الوجع يا دكتور، بس يروح الوجع. اقوى من وجع ابو عماد الله يرحمه. هو هو بقى نسينا ابو عماد، خيو تيسر انت لك كل هم. امي امانه الله بدك شيء قولي. لك يا اخي ما بدك شيء، خلص شو شايفها بالصحراء؟ 100 ورقه بالشنطه. خلص يا اخي انا بوصي فيها. ها تفضل روح معي. خافك يا اختي. جميله ديري بالك علي يا حاج. ماشي هي وصلنا فيها. مبسوط؟ خافك امي. راجع لك انا. يلا روح. الله يشفيكم الله يعافيكم.
يعافيكم. الله خدي بوربي هنا الحفل، خدي زوري وربي معافين. أنا كراد عارف وما عارف شيء. الحالة فلت كم بدي صلحها خلص بعدين تساويها ولا ما شو شايفك هون؟ ايه حجي قلت عنا تحليل ما حلو اترك الشباب لحالهم بيجي يساعدوه. والوالدة يا منظوم؟ الوالدة دخلناها على المستشفى والحمد لله وضعها كثير منيح. الله كرمنا بالدكتور هيك شرواك بالخير اكابي، دعمنا الموضوع شوي وان شاء الله يوم الخميس الصبح العملية. هيك خبط لزق؟ لا شو خبط لزق حجي، مو هيك قصة، في فحوصات وأشعة وما أشعة شو الشغلة داشرة. الله يرجع لك اياها بالسلامه يا ابني. الله يديمك يا حجي ويخلينا اياك ويديمك فوق راسنا حجي. بعد اذنك بكره بدي اتاخر شوي. ليش؟ بدي شقه على الوالده. ما بتاخر يعني شغله نص ساعه زمان وبعدين برجع. بري عليك لا تتركها لحالها. لا حجي ما راح اتركها لحالها، بدي اخذ لك كم غرض هيك شويه بدان شويه كفاح. الله يرضى عليك. الله يخلينا اياك يا حجي، الله يديمك فوق راسنا. كمل شغلك. الله يخلينا اياك يا حجي، الله يديمك فوق راسنا. قهوه يا رضا. الله سلام لنا بقاسم يعمل لك اياها فاضي. شباب اعطونا كم عزاقه من عندكم خلينا نظبطها، كل مره ارتب لك معي. بس جاي يزور فيه. ما في حدا تحت، انزلي لا تخافي. شو في أبنى؟ على أساس جايين نشوف بعض نحن. شو جايين نشوف بعض؟ جايين نشوف بعض بس خلص ما بك شيء، انت شوي فوتي لا تخافي، خايفة من شيء؟ لا بس خلينا هون، إذا بدك نروح على الجنينة أو هون بالشارع. هلا هنيك رح نشوف بعض وهون رح نشوف بعض، شو بك أنت من شو خايفة؟ بعدين بنحكي عملك، خلص فوتي. معلش الله يخليك. خلينا نروح لغير مطرح. ولك خلص امشي بقى. ما بدي الله يخليك، ما بدي. ولك هون امان عملنا. لا مو امان. ولك عايدة انا صباح شو نسيتي؟ خايفة مني؟ لا قلت لك ماني خايفة منك بس عن جد ما بدي. خلينا نروح لغير ارني الله يخليك. ولك خلص بقى فوتي اعمل لك. قلت لك ما بدي. ولك عايدة ما بدي فوت يا ربي، ما بدي فوت. ولك حيرتيني معك، خايفة شوفك حدا وبدك يعني روح معك على مطرح. ها؟ ايه؟ خلص لا بدي هي ولا بدي هي. لك عايدة شبك شو صار لك؟ مو على أساس نحن شو؟ قال قليلة نفهم على بعض أكتر. اسمع منك كلمة حلوة. تصطفلي أنا مشانك، أنا مشان ما تضلي مرعوبة وين ما رحنا. قلت لك خلص ما عاد بدي، رجعني على الحارة. ها؟ رجعك؟ بدك يعني رجعك كمان؟ إن شاء الله عمرك.
قوم يا ولك قوم 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 لساعتك نايم. أهلين صباح. شو عندك مواعيد؟ لا سيدي ما عندي مواعيد، بس كنت مارق من هون قلت لحالي مر عليك شوي. فطرت؟ فطرت لساتني نايم. عندك شي بالبراد؟ ما بعرف. جوعان؟ جوعان وتعبان وقرفان. دايخ لي. اوف 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 اوف. شو لك ابو صبيح؟ شو؟ الظاهر في شي بنت قالت لك لا؟ ايه نعم سيدي. في بنت قالت لي لا. شايف على الدنيا؟ عن جد عم تحكي؟ لك قوم بلا خلاص، قوم حط لي شي اكل هلا يلا. لا تفرد علي. ايه. ونظف غرفتك. ماشي. رجعك على البيت كمان. بسيطة يا عايدة. بسيطة. هون الساعه هون. مرحبا يا بنتي. يا اهلا وسهلا. نشكر الله. الحمد لله. اهلا وسهلا. تفضل استاذ شريف. يا الله. مرحبا اختي منوان. اهلين ابو محمد. اهلا وسهلا. ليك ما بدي اعرف هالمره مثل اختك والصبيه مثل بنتك. الله. طيب هي الغرفه شريف. طاولة وكراسي ومراية، شو بدك أحسن منها؟ شرف أستاذ. هاي حمام ومطبخ وهي بيت مي. بس بألف ليرة. كل أول شهر مثلها. إيه سيدي، روح جيب أغراضك. يعني خلص سكنت؟ خلص سكنت، روح جيب أغراضك. هدول أغراضي. ليه ما بدك توصاي؟ انت ساكن مع عيلة والجار قبل الدار، وانت بعيدك شاب ابن حلال. والله يرضى على اسمك، ما بدي مشاكل. درويش الله يعينه واللي مثلنا تعول عنا. شو ما مر علي ابو نوال الشهر؟ ان شاء الله ان شاء الله بكره بالكثير وبالكثير كثير بعد بكره. ما حلوله الدنيا عسر ويسر. الله بعين. سيدي نعطيه مفتاح. يا استاذ. يا افندي. سيدي نعطيك مفتاح. يلا. السلام عليكم. الله معك ابو محمد. يلا. الله معك ابو محمد. سلام محمد. فجأة؟ بدك شيء؟ لا. بس شو؟ مستاجر جديد. طفشناه وما سألنا؟ ما بعرف. بركي طلع ابن حلال ودرويش. شو هي ابن حلال ودرويش؟ ما بصير البيت فيه حريم، شو الحكي هذا؟ انضبوا له، روق شوي لعم بقلبك شو نكد. ما بعرف شكله هيك حزنان كأنه أمه ميتة. خلص لا تزعل، نستنانا يومين. إذا تنمرت فتيشي والله معه. صحيح، ليش مالك بالشغل اليوم؟ اليوم إجازة، مو أخذنا الوالدة على المستشفى؟ هك إيه والله، عملوا لها العملية؟ لا لسه شو عملوا العملية بكي، يمكن بكرة، ما بعرف والله. لك بدك تاخذني زورها؟ إيه ألف طلب مثل هالطلب. خلينا ياك على راس. يلا بخاطري. مع السلامة. الله معك.
وينها ام عماد؟ خير شوفي. مو هون بيت ام عماد؟ بلا هون، خير صاير لها شيء؟ لا، انا شوفير الست رزان عاوزينها ضروري، عم بسال عنها وينها؟ مو هون بالمستشفى. بالمستشفى؟ شو عم تساوي بالمستشفى؟ الست رزان عاوزتها ضروري بدنا اياها. عم تساوي عملية. عملية شو؟ وهلا شو بدي لها للست رزان؟ شو بيعرفني؟ والحل؟ والله صار لي ساعتين عم دور على البيت لحتى حظيت فيه، جماعة عندهم عزيمة. طيب اجتني فكرة، شو رأيك تروحي معي بدالة؟ روح معك بدالة؟ لا ما بقدر، اخواتي مو هون، هلأ بس يجوا. شو في أنسة أميمة؟ في شي؟ لا ما في شي، الأفندي جاي من طرف جماعة. لا إذا في شي يعني؟ لا ما في شي، شو شايفني عم خانة؟ هلا شو قلنا للست رزان؟ والله ما بعرف شو. لا ترفع صوتك، لا ترفع صوتك خلوب سبعان، وعرف ما مني عم تحكي. يا عمي الله يرضى عليك خليك بحالك. رياض قالت لي الست رزان ما ارجع الا وام عماد معي، شو اعمل؟ شوفي ما في شيء من طرف الست رزان، بده امك. ما قلت له انه امك بالمستشفى؟ بلا قلت له، بس قال عندهم عزيمه. شو بدنا نساوي معلم؟ الوالده بالمستشفى. قال اذا انا بروح معه بدال امي. بدك شو تروحي انت معه؟ ما دامك اجيت، تعا معنا مشان تطمن، الله وكيلكم، الست رزان ما بتامن غير الكم. وينه عماد؟ ضل مع امك بالمستشفى، انا ما خلوني ادخل. وانت بدك ترجع لعندها؟ شو بيعرفني؟ طيب شوفي متساوت العمليه ما ساوت؟ يمكن بكره يمكن الخميس. وهلا انا شو اعمل؟ بتسلم على الست رزان بتقلها ام عماد عم تعمل عملية ديسك وما فيها تجي. طيب امري لله، السلام عليكم. الله معك. الله معك. ليش هيك حكيتوا للرجال؟ والله الست رزان كويسه وبتحبها لامك كثير. اي وزا يعني؟ شلون وإذا؟ كنت رحت انا معه وطالعت لي قرشين. انا مالي موافق. بس يجي عماد بنشوف. اي ماشي ماشي. اي ماشي. يا زوي هو عزابي؟ ايش بيعرفني عزابي ولا متجوز؟ فات وسكر على حاله الباب وما عاد طلع. انا برايي انطفشوا. انا هذا رايي كمان. لك شو تطفشوا ما تطفشوا، انتوا شو دخلكم؟ شلون شو دخلنا؟ بركي زعجكم؟ يعني انتوا اثنتين نسوان لحالكم بالبيت وابو نوال بغيب من الصبح لاخر الليل. مزبوط. بعدين هي الغرفه غرض مره، غرض عيله مو رجال. لك يا ابني يا ابني ملكه حرفي. انا حرفي قال حرفي قال هي الحاره حارتنا. على كل حال بنشوف شو راح نساوي. عاده كل ما يجي ضيف جديد على الحاره الا ما ياكله شيء دعكه. قال كان امه ميته. صاير قلبه رقيق ناظي. انو بده ياكله لو كان هو ميت بذاته. ايه خلصنا بقى، خلصنا انت وياه، حاجتكم منفخه وقشط العمى، انت حتصيروا بني ادمين؟ انت امك وجع ظهرها شوي مدري شو صار لك. هديك امي. لك صحيح على ذكر امك، مو لازم نروح نزورها بالمستشفى؟ لك بصير ما نزورها؟ شلون؟ ممنوع الدخول، ممنوع الدخول اخي. لك يا ابني اكيد في موعد للزيارات، شو ممنوع الدخول؟ لك انا موعد وما موعد، رايحه معي انت انا بتصرف ولو خالتي. لك انت تروحوا بكره؟ لك حاجتك بقى، حاجتك لسه بتحكي لي مثل الشباب، بتروحوا بكره؟ فوتي فوتي نضبي اعملي لنا كاستين شاي. يلا فوتي اعملي لنا كاستين شاي.
الخير. مساء النور. شو بنتي؟ أجروا الغرفة؟ إيه والله، رجال غريب فات على الأوضة وما كان يعرف يطلع. شو عليه؟ الله يكون بالعون. آمين. ما حدا بيعرف شو قصة حدا. أبدا. صباح، عاوزتك شوي. دقيقة شوي، هلا بجي. بدك بدي استشيرك بشغلة، بليز تعا. طيب، بالإذن. شبكي شو وجعك؟ عن جد بدي استشيرك بشغلة، إذا ما معك وقت بخلي سائق يوصلك، هلا جاي السيارة، امشي. طيب، نحن بالخدمة، تفضلي. باي باي. حبيتك يا طيري، طعمتك من خيري. لا 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 لا. يا طيب ربيتك يا طيري طعمتك من خيري. لا 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 طلع عليك حطه هون قول تاني عبدي. ايه بيامرك تشرب شاي ضبط مزاجك برا. لا ما بدي. ايه مثل ما بدك. شو معلم انت بتعلمنا المصلحه؟ ليكني عم علمها. فتح عينك تاكل ملبان. فتح عينك تاكل عينك. ايه الله يسعدك معلم، يسعدك ويسعده. لك ابني المصالح تنسرق سرقه. يا بس ليكك عم تعلمه انو سرقه هاي؟ انا المعلم، انت شو دخلها؟ انا شو ما بدي مساوي؟ روح طري الجبله وساوي جبله تانية. روح جبتن بالاول. لك روح. تسد الحلقة. بقى قلت ما في غيرك ينفعني بشي برنامج عليه القيمة، بتفائل فيك. طيب بس لا تنجحي بالأول. شو هاي لا تنجحي؟ حبيبي أنا بس قول بدي صير مذيعة خلص بكون صرت. طيب قصدي بس لا تصيري مذيعة تطلعي بالتلفزيون العالم تعرفك، هذا قصدي. يي علينا، وليش معقدة أنت التاني؟ خلص اعتبرني صرت مذيعة ومذيعة مشهورة كمان. يلا حبيبي صباح اقترح علي شي برنامج الله يوفقك. طيب خلص خلص فكر بالموضوع. كمان هي الشغلة بدها تفكير. يا ستي اعملي برنامج عن المعمرين شو رأيك؟ برافو عليك برافو، جبتها بتطير العقل. حبيبي انت عبقري. الو ليكني هون براس طلع، وينك انت؟